النهارده معادنا مع واحد من اجمل مساجد القاهره القديمه، وهو الاثر الباقي من الدوله الطولونيه اللي حكمت مصر مده صغيره 37 سنه. لكن رغم صغر عمر الدوله الطولونيه دي، لكنها كانت دوله قويه جدا. سلطان الدوله دي امتد الى ليبيا وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا. وفي 37 سنة عاشت فيها مصر فترة ازدهار سياسي واقتصادي وعمراني. المسجد اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مسجد أحمد بن طولون، اللي بيعتبر درة من درر العمارة الإسلامية، اللي قال عنه منشئه أحمد بن طولون: أريد أن أبني مسجدا لا تأتي عليه النيران أو تهدمه مياه الفيضان، فإن احترقت مصر كلها بقى، وإن غرقت بقى. وبرضو هنحكي لكم الليلة دي قصة الأميرة، أو قصة فرح الأميرة قطر الندى، حفيدة أحمد بن طولون، واللي فرحها كان سبب في إفلاس مصر كلها. إنما خلينا الأول ناخدكم جولة في رحاب مسجد أحمد بن طولون، ونكلمكم شوية عن تاريخ هذا المسجد العتيق. المسجد بناه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، وده كان بعد ما عمل مدينة القطائع اللي كانت ثالث عاصمة، يعني كان العسكر الفسطاط العسكر القطائع، كانت ثالث عاصمة من عواصم مصر الإسلامية بعد الفسطاط والعسكر. استعان ابن طولون بالمعمار المصري القبطي اسمه سعيد بن كاتب الفرغاني، وده واحد كان من أمهر مهندسي العمارة في مصر في الوقت ده، وطلب منه أنه يشيد مسجد جامع لا تأتي عليه النيران ولا تهدمه المياه الفيضان، وإن لو مصر كلها احترقت مصر المسجد يبقى، أو غرقت المسجد يبقى. فبناه المهندس المعماري فوق جبل يشكر، جبل اسمه جبل يشكر. الأسطورة بتقول أو الأساطير إن الجبل ده هو اللي مر عليه سيدنا موسى عليه السلام، وعليه ناجى الله تعالى به، وده اللي جعل الناس تعتقد إن المسجد مكان مستجاب الدعاء. نرجع للمهندس القبطي اللي بنى الجامع، بناه من الحجر الأحمر، وما استخدمش في البناء بتاعه أعمدة رخام خالص غير أعمدة القبلة، لأن أعمدة الرخام ملهاش صبر على النار. واستمر العمل في المسجد ده لمدة سنتين، اتصرف فيها مبالغ طائلة على بناء المسجد، وصل التقدير في الوقت ده إلى أنها وصلت ل120 ألف دينار، لدرجة طلعت إشاعات في مصر إن ابن طولون جاب الفلوس دي كلها منين؟ ها؟ فطلع الناس، هو طلع الناس وقال لهم إن أنا لقيت كنز تحت الأرض صرفت منه على بناء المسجد، لكن محدش صدقه، والناس خافت إن يكون المسجد ده أمواله حرام، فامتنعت عن الصلاة في المسجد، امتنعت فترة كبيرة، أصبح المسجد ده ملاذ للناس. لا، مش اللي عايزه تصلي، ملاذ للناس اللي عايزه تستخبى من اي جريمه عملتها، او اصبح ملاذ للي مغضوب عليهم من الدوله، زي مثلا الامير لاجين اللي كان مطلوب القبض عليه بعد محاوله الانقلاب اللي شارك فيها في العصر المملوكي، ما لقاش حته في مصر يستخبى فيها، فدخل في مأذنه المسجد ده، وكانت مهجوره المسجد ده، ودخل استخبى في المأذنه، لكنه اقسم وهو داخل المأذنه انه لو حكم مصر هيجدد المأذنه ويبنيها على أفضل شكل. وبر بقسم، ولما لاجين حكم مصر بنى هذه المأذنة الجميلة الحلزونية اللي ما لهاش مثيل في مساجد العالم دلوقتي، وهي بتعتبر المأذنة الوحيدة في مصر ذات السلالم الخارجية، لأن كل المآذن السلالم فيها داخلية إلا المأذنة دي السلالم فيها من بره، وهي مكونة من 4 طوابق، وبنيت على طراز الملوية أو مسجد سامراء بالعراق، بيبلغ ارتفاع ارتفاع عن السطح الأرض 40 متر، وتكاد تكون هي الوحيدة في العالم اللي ليها الشكل ده. بعد ما تهدمت اللي هي اتبنت على أساسها اللي شبهها، اللي هي مسجد سامراء في العراق أثناء القصف الأمريكي لبغداد. مسجد أحمد بن طولون بيعتبر من أكبر مساجد مصر من المساحة، مساحته 6.5 فدان، وهو من المساجد المعلقة، يعني المسجد تصعد له إلى أبوابه بدرجات دائرية دائرة الشكل، وتطلع لحد ما تطلع المسجد كده، بيتوسط المسجد صحن مربع، أما شبابيك المسجد
فمحاطة من جهات الأربعة، هي بتحاوط الجهات الأربعة، عددها حوالي 128 شباك. في وسط الصحن قبة كبيرة مرتكزة على أربع عقود، العقد اللي احنا قلنا عليه الشكل الدائري ده أو الشكل المدبب، وعدد مداخل المسجد 19 مدخل. لكن المدخل الرئيسي حاليا هو المدخل المجاور لمتحف جاير أندرسون. ورغم أن تخطيط المسجد بيتفق مع النظام التقليدي السائد للمساجد الجامعة، اللي هو مكون من صحن وصحن مكشوف وبيه أربع مظلات أكبرها مظلة القبلة أو إيوان يعني، لكن المسجد ده بينفرد عن غيره من المساجد بوجود سور خارجي بنفس ارتفاع الحوائط. المهندس المعماري اللي بنى المسجد اللي هو القبطي استخدم اسلوب هندسي في الصعود المتدرج للمصلى بهدف عزل المصلى عن العالم الخارجي، وعشان يهيئ لداخل المسجد نفسيا للتقرب الى خالقه، وعشان يحقق نوع من الطمأنينة اثناء اداء الصلاة والعبادة. اما المحراب الطولوني اللي موجود فيعتبر من أقدم المحاريب الستة برواق القبلة في الجامع، واتبنى الحقيقة منحرف إلى الجنوب عن مقياس محراب الصحابة بجامع عمرو بن العاص. بيحكي المقريزي، وده على مسؤوليته في تاريخه، إن ابن طولون لما انتهى من بناء الجامع أمر الناس بالمجيء لتقييم الجامع ويعرفوا أو يقولوا ما به من عيوب، وعندما استقبل ردود الأفعال قالوا إن المحراب صغير، قال لهم إنه رأى النبي في منامه يخط له محراب، فلما استيقظ رأى النمل يطوف بالمكان نفسه فبنى المحراب على خط النمل فتعرف باسم محراب النمل. نيجي بقى للحكاية الاجتماعية بتاعتنا النهاردة وحكاية فرح الأميرة قطر الندى. قطر الندى هي كانت أميرة جميلة بنت خموروي ابن أحمد ابن طولون. الحكاية يا سيدي باختصار إن مصر كانت ولاية تابعة للدولة العثمانية، الدولة العباسية، لغاية ما جاء أحمد ابن طولون وكان في دماغه طموح معين فأعلن استقلال مصر، وبدأ يتوسع في ضم عدد من البلاد، فضم الشام اللي هي دلوقتي سوريا وفلسطين والأردن، وضم أجزاء من ليبيا، وأصبحت العلاقة متوترة بينه وبين الخليفة العباسي اللي كان في العراق. بعد فترة عشان يرضي الخليفة العباسي حصل اتفاق كده ان مصر تورد جزء من خراجها السنوي للخليفة في بغداد مقابل ان الخليفة يقر لسلطان الدولة الطولونية على البلاد اللي معاه. ورغم برضو حصل توتر، برغم كده حصل توتر بينهم بين بغداد ومصر. جواسيس الخليفة حاولت تعمل انقلاب في مصر واحمد بن طولون كشفهم، وفضل كده لحد ما مات أحمد بن طولون نفسه، وجا مكانه ابنه خموروي، وبدأ يقلل من الفلوس اللي بيبعتها للخليفة في بغداد، وتقريبا قللها للتلت. فالخليفة كان اسمه المعتض بالله ابن الخليفة، برضو ابن الخليفة الموفق، حرد أبوه. الخليفة كان الموفق، ابنه كان المعتض بالله. الواد حرد أبوه إنه يهاجم على مصر، فأبوه رفض. فلما مات الخليفة الموفق تولى ابنه المعتض الخلافة، فعمل جيش عشان يرجع مصر للخلافة العباسية. خموروي حس بالخطر فكون جيش كبير وخلى قيادته لخطيب بنته. خلي بالك من الأسماء بس عشان الأسماء هنا فيها مشكلة. الجيش بتاع خموروي على رأسه خطيب بنته، بنته اللي هي مين؟ قطر الندى. يبقى ليها خطيب هو قائد الجيش، ووعده بأنه لو فزنا على العباسيين هديك بنتي تكتبوا الكتاب بقى وتتجوزوا وخلاص على كده. الواد يظهر قائد الجيش ده خد يعني فرصة وخد له عزيمة كده، وهزم جيش المعتض الخليفة العباسي هزيمة ساحقة، وقع تقريبا الجيش كله في الأسر. لكن خموروي أمر بمعاملة الخليفة بما يليق بمكانته، ففك أسره ووعده بانه هيضاعف خراج مصر، وانه يا عم ما تزعلش، اديك شفت لما وقعنا ببعض انت وقعت في الاسر. الخليفه العباسي اقر حكم خموروي ابن احمد بن خموروي ابن احمد بن طولون على البلاد الممتده بقى من العراق شرقا، بارقه غربا في ليبيا. خلاص قال له خلاص البلاد بتاعتك لمده 30 سنه ليك ولاولادك. وحب خموروي ان هو يوثق الاتفاق ده بحاجه بقى تخلي الراجل ده ما يرجعش في كلامه تاني وما يهجمش على تاني. فعمل ايه يا معلم؟
بعت خطيب بنته قطر الندى وقال له انه خلاص غير رأيه ومش هيجوز له بنته، رغم ان البنت قطر الندى كانت بتحب الواد قائد الجيش. قال له لا بص يا معلم، الاتفاق بينك وبين بنتي ده انساه خالص. قال لي قائد الجيش بتاعه كده، انسى القصة دي خالص. كان بيرسم على ايه بقى خمراوي؟ انه يجوز بنته قطر الندى لابن الخليفة. حلو قوي، اللي هو المعتاد ده كده اتزحلق الخطيب الاساسي اللي هو قائد الجيش اللي انتصر واللي البنت بتحبه، وراح قال لك احنا ممكن نجوز البنت دي لابن الخليفه. الخليفه فاجئه قال له لا ابن مين ده، البنت حلوه جوزها لي انا. خدها الخليفه من ابنه، لان البنت الحقيقه كانت بيقولوا انها مشهوره بجمالها وادبها وذكائها. طبعا لما انت تبقى عايز تجوز بنتك لابن الخليفه فتلاقي الخليفه نفسه طمعان فيها، حاجه حلوه قوي، حاجه زي الفل، حاجه عظمه. طار من الفرح خمراوي وحس انه بكده بقى ده حكايه لك، امنت ملكي والخليفه كده خلاص اصبح جوز بنتي وانا حماها. قصاد الفرحه دي قرر انه يعمل اكبر فرح عرفته مصر في تاريخها، فرح مصر كلها تتكلم عنه لحد دلوقتي، قصة بقى جواز قطر الندى بالخليفة العباسي المعتض بالله. واتصرف على الجهاز ده وعلى الشوار ما يشبه أن يكون أساطير. اسمع بقى، كان جهاز قطر الندى مبالغ فيه بشكل لا يوصف. بيوصفوا المؤرخين بيقولوا أنه تضمن دكة من 4 قطع من الذهب، عليها قبة من الذهب، مشبوك في كل عين من شبابيكها حلق معلق فيه جوهرة من الجواهر القيمة، إضافة إلى دكة من الذهب عشان تحط عليها رجلها أول ما تخش الحجرة بتاعتها كده تحط رجلها، وميت هون من الذهب، وألف مبخرة من الذهب، ده غير بقى مئات الصناديق المحتوية على الملابس والحلقان والسلاسل الذهبية والفصوص والحجار الكريمة. كان من بين ملابسها الداخلية قطعة واحدة فيها تكة، تمن الواحدة منها 10 دنانير، وده اللي خلى المؤرخين يقولوا ان تكلفة الجهاز ده وصلت لمليون دينار ذهب. ده في الوقت اللي مهر قطر ندى اللي دفعه الخليفة العباسي 1,000,000 درهم من الفضة بس. والفرح ده بيقولوا انه ادى الى افقار مصر وافلاسها وخرب خزائنها اللي كانت عامره قبل الجواز. الحقيقه خمراوي ما اكتفاش بكده، ده امر جنوده انهم يبنوا قصر لبنته. ما هي بنته هتطلع بقى من مصر تروح بغداد فهتريح في كل حته، امر جنوده انهم يبنوا قصر في كل حته هتريح فيها البنت على مراحل كده في المسافه ما بين مصر وبغداد، يتبني قصر تريح فيه شوية وتقوم تكمل، وفي القصور دي أمد القصور بكل ما تحتاج إليه لحد ما هتصارت في سفرها إلى دار الخليفة متمتعة بكل وسائل الراحة والرفاهية. انتشر على طول الطريق الموكب حراس من جند خمراوي عليهم بقى الحرير اللي هو مناطق السيف، وكانت الموسيقى بقى بتغني أغاني شجية. أما جمهور الشعب المصري على جانب الطريق فكان بيهتف بحياة العروسة، عروس مصر قطر الندى، الأغنية المشهورة قوي، الحنة يا حنة يا قطر الندى يا شباك حبيبي جلاب الهوى. الأغنية دي اتعملت في الفترة دي. كان من مظاهر البذخ المبالغ فيه دي إن مصر أفلست، ودي بتفكرنا باحتفالات الخديوي اسماعيل لما فتح قناة السويس. على كل حال انه رغم الافراح دي كلها والليالي الملاح والثروة دي كلها، لكن كان في مأساة تانية غير افلاس مصر، وهي ان العروسة نفسها قطر الندى اللي اتحرمت من خطيبها اللي بتحبه اللي هو كان قائد الجيوش اللي انتصر، اتجوزت راجل عجوز على غير رضاها. فبيقول المؤرخين ان البنت فضلت صحتها تتدهور لحد ما ماتت بعد 5 سنين بس من هذا الفرح الأسطوري، وتموت بعدها بكام سنة الدولة الطولونية نفسها، وتختفي من الوجود بعد ما وصل بيها سفه خمراوي
لحد الإفلاس.